الحمد لله رب العالمين، هو الرزاق ذو القوة المتين، وأشهد أن لا إله إلا الله يرزق من يشاء بغير حساب، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله، أعرف الخلق بالله وأكثرهم خشية لجناب الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وكل من تمسك بهديه واتبع سنته إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها. ثم أما بعد، ضيوف الرحمن في بيت الرحمن، جئنا سويا كي نجدد العهد مع الله ونذكر الله ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، هم أصاب الكثير من المسلمين اليوم، هم يشغله بالليل ويشغله بالنهار، هم أحاط بحياته كلها فأصبح لا يجد طعما للراحة ولا للقمة ولا طعما للفرحة أو السعادة. هذا الهم الذي شغل على الإنسان جنبات نفسه وفكره وعقله هو هم الرزق ولقمة العيش. يتغرب الإنسان عن أهله ووطنه بسبب لقمة العيش، يعادي أخاه من أبيه وأمه بسبب المال، يمد يديه إلى الحرام ليستكثر من هذا المال، لا يتورع عن الحرام ويريد أن يحصل كل ما تشتهيه نفسه الأمارة بالسوء، يريد أن يؤمن رزق يومه ورزق غده، بل يريد أن يؤمن رزق أولاده وأحفاده من بعده، وكأن الذي يرزقهم هو وليس الله. رغم أن الذي يرزق العباد هو الله، والذي يرزق المؤمن والكافر هو الله رب العالمين. ألم يقل له عز وجل في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله عز وجل خلقنا للعبادة والطاعة، وحتى لا ننشغل عن طاعة الله بأسباب الرزق وطلب الرزق كفل الله عز وجل لنا أرزاقنا وأقواتنا. ما علينا إلا أن نسعى والرزق يأتينا من السماء. لا تشغل نفسك برزقك، رزقك قسمه الله عز وجل لك يا ابن آدم. وأنت في بطن أمك جنين لا حول له ولا قوة، قسم الله عز وجل لك رزقك كما كتب لك أجلك وعمرك. فما الذي يجعل البعض منا يأكل مال بعض؟ ما الذي يجعلك أيها المسلم الكريم تبعد الناس عن فلان حتى يأتون إليك، حتى يأتي هؤلاء ليشتروا منك ويتعاملوا معك، مع أنك لن تحصل إلا على رزقك فقط؟
مهما فعلت، مهما صددت الناس عن فلان ليأتي كل الناس إليك، لن تحصل بعد هذا الجشع كله إلا على ما كتبه الله عز وجل لك. في الحديث القدسي يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. لن تموت نفس في أي عمر كان، صغيرا كان أو كبيرا هذا العمر، حتى تستوفي كل لحظة من لحظات عمرها، وحتى تستوفي رزقها كاملا ووافيا. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استمطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال بمعصيته. البعض الذين يقترضون من البنوك يستبطئون رزق الله عز وجل. البعض الذين يتعاملون بالربا أو يغشون في معاملتهم يستبطئون رزق الله عز وجل. ما كان سيأتيك بعد عام استعجلته في أسبوع واحد، هو رزقك رزقك، ولكنك استعجلت، ولو صبرت عليه لجاءك حلالا طيبا مباركا فيه. فإن ما عند الله لا ينال بمعصيته، فاتقوا الله واجملوا في الطلب. أيها الأحباب، إنها قضية خطيرة، هي قضية الرزق والكسب. اطمأن أحد الصالحين إلى هذه القضية عندما أدرك أن رزقه لن يأخذه أحد غيره، ماذا كان منه؟ فاطمأن قلبي، فقال: علمت أن رزقي لن يأخذه أحد غيري، فاطمأن قلبي. مهما تصارع الناس فيما بينهم، مهما تآلب الناس عليك، لن يحصلوا على رزقك، ولن يضيع شيء من رزقك، لأن الأرزاق بيد الله، وقد قسمها الله عز وجل بعدله وحكمته بين الخلق جميعا. الرزق بيد الله، فلا تبكي على رزقك أبدا. ولكننا لأننا نسيء الظن بالله أصبحنا لا نطمئن على هذا الرزق، بل أصبحنا في هذه الأيام التي ابتلينا فيها بالغلاء، يقبل علينا الغلاء كقطع الليل المظلم، يسرع علينا الغلاء ويزحف كزحف العدو، وما هذا إلا بسبب ذنوبنا ومعاصينا وما اقترفته أيدينا. ما نحن فيه من غلاء هو بلاء، السبب فيه أننا انصرفنا عن الله عز وجل، السبب فيه أننا انشغلنا بالمال والدنيا وهي رزق ضمنه الله لنا، انشغلنا بذلك عن الهدف الذي خلقنا الله من أجله، وهو طاعة الله، وهو المعاملة الحسنة فيما بيننا، وهو حسن الجوار، وهو حسن التعامل بين المسلمين. قطعنا الأواصر كلها والعلاقات كلها حتى نحصل مالا من حرام أو من حلال لا نبالي. انظروا أيها الأحباب إلى هذا الرجل الذي يستكثر من المال الحرام، يبتليه الله عز وجل بمرض في نفسه أو أحد من أهله، فينفق على هذا المرض أكثر ماله، يضيع أكثر ماله في العلاج لأنه جمع هذا المال الكثير من الحرام. رجل آخر يتقي الله عز وجل في عمله، لا يغش أحدا ولا يتعامل بما يغضب الله عز وجل، تعاملاته بالحلال، عمله فيه إتقان وإخلاص، قد يأتيه رزق قليل ولكن الله عز وجل يبارك له فيه. قد يبتليه الله بنفس المرض الذي ابتلي به هذا الرجل الذي كان يأكل من حرام، ولكن هذا الرجل الصالح
الذي رزقه من حلال ومن مال طيب قد يشفيه الله عز وجل ببرشامة واحدة. الرجل الأول جمع الحرام إلى الحلال ليكسره، جاء الحرام على الحلال فبعثره. أما الرجل الآخر فهو يتقي الله عز وجل في كل ما يدخل جيبه وجوفه وينفقه على أهله وأولاده. الرجل الثاني رجل يخاف الله عز وجل. ما نحن فيه من غلاء هو بلاء، نريد أن يرفع الله عنا هذا البلاء، نريد أن يزيدنا الله عز وجل من المال الحلال، نريد أن يبارك الله في أرزاقنا وأقواتنا وصحتنا. ماذا نفعل؟ هناك أسباب للرزق. أول هذه الأسباب هي التوبة والاستغفار. وخبرني بربك، هل كلما ضاقت بك الدنيا واشتدت عليك أسباب المعاش لجأت إلى الله عز وجل تائباً مستغفراً، أم فكرت في حيل تغضب الله تزيد بها هذا المال؟ الجواب عندك. أول أسباب الرزق، أول باب تطرقه ليأتيك الرزق وفيراً وطيباً ومباركاً من الله عز وجل، هو التوبة والاستغفار. فطن إليها نبي كريم من أنبياء الله عز وجل، وهو سيدنا هود عليه السلام، فأوصى بها قومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. بهذا الاستغفار يفتح الله عز وجل علينا أبواب السماء وبركات السماء. بماذا؟ بأن نستغفر الله عز وجل ونتوب إليه. الاستغفار ليس باللسان وفقط، ليس كافيا أن تقول أستغفر الله وأتوب إليه وأنت مقب على الذنوب والمعاصي وأنت حامل للصغائر والكبائر مما يغضب الله عز وجل، ولكن الاستغفار الصحيح والتوبة المقبولة هي ما خرجت من القلب واستجابت إليها الجوارح. أستغفر الله تخرج خالصة من قلبك، فتخشع لها عينك فلا تنظر إلى الحرام، ويخشع لها سمعك فلا يتصنت إلى الحرام، وتستجيب لها يدك فلا تأكل من حرام، ولا تضر الناس، ولا تؤذي الناس، ولا تمتد إلى حرام أبدا، وتستجيب لها قدمك فلا تمشي في معصية الله عز وجل. أستغفر الله إذا خرجت من القلب حولتك إلى إنسان تقي، إلى إنسان نقي، تستحق عندها أن تنزل عليك بركات الله عز وجل. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بركات الله عز وجل تأتي لأولئك الذين يتقون الله عز وجل. هذه التقوى هي الباب الثاني من أبواب الرزق، هي السبب الثاني الذي تستجلب به عطاء الله عز وجل. يقول ابن مسعود: إن أكبر آية فرحا في القرآن ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا كنت تقيا، إذا كنت مراقبا لله عز وجل، إذا كنت خائفا من ربك فلا تعصيه لا في السر ولا في العلن، إذا كنت تتقي الله في أقوالك وفي أعمالك وفي تعاملاتك وفي حياتك كلها، فتح الله عليك أسباب الرزق كلها، فتح الله عليك بركات السماء والأرض، يأتيك رزقك من باب لا يمكن أن يخطر لك على بال. يفتح الله لك أسبابا من الرزق ومن العطاء
من حيث لا تدري ولا تحتسب. بماذا؟ بتقواك لله عز وجل. لذلك نجد الإنسان التقي لا يخاف على قوته ولا قوت أولاده ولا مستقبل أولاده، لأنه مطمئن بالله عز وجل، لأنه على يقين أن الرزق بيد الله عز وجل، لأنه على علم يقيني أن الله عز وجل الذي خلق لن يضيعه أبدا، أن الدنيا لو اجتمعت عليه لن تحصل على شيء من رزقه أبدا، ولن تحصل على شيء من عمره أبدا، لأن ذلك بيد الله وحده. الإنسان التقي هو إنسان سعيد يعيش في سعادة وهناء يحرم منها كثير من الذين يتمرغون على الأعتاب والأقدام من أجل المال، من أجل السلطة، من أجل النفوس والنفوذ، فيضيعون بذلك كرامتهم، ويضيعون دينهم، ويضيعون أهليهم وذويهم من أجل أشياء زائلة لا تغني شيئا عن الله عز وجل. أيها الأحباب، إن تقوى الله عز وجل هي خير زاد يتزود به المسافر إلى الله عز وجل في رحلة قوائمها الخوف من الله عز وجل، في رحلة نسعى فيها ببركة الله عز وجل إلى أن يظلنا الله بعرشه يوم لا ظل إلا ظله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ. وبعد، سببٌ ثالث بعد الاستغفار والتقوى ألا وهو الشكر، ولكنه عملةٌ نادرة، قلما تجد إنسانا يحمد الله عز وجل ويشكره. الغني يشتكي كما يشتكي الفقير، والكل يائس وقانط، وهذا سوء ظن بالله عز وجل، رغم أن الله عز وجل يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. إذا أردت أن يزيدك الله مالاً فاشكر الله على نعمة المال القليل الذي معك. إذا أردت أن يزيدك الله قوة وصحة فاحمد الله على قوتك وصحتك ولو كنت مريضاً. لئن شكرتم لأزيدنكم. من علامة شكرك لله على رزق الله ومال الله أن تنفق من هذا المال، أن تتصدق منه، وهذا هو السبب الرابع من أسباب الرزق، الصدقة. تريد أن يوسع الله عليك، وسع أنت بهذا المال القليل الذي معك على عباد الله. تريد أن يفتح الله لك باباً من أبواب الرزق كان مغلقاً، افتح على نفسك باباً من أبواب النفقة. اقفل أرملة أو يتيماً أو فقراء ومساكين، صل أقرباءك وجيرانك، صل الفقراء والمساكين من عامة المسلمين بمالك، يفتح الله عز وجل عليك أبواباً من الرزق لم تفتح من قبل. في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. إذا أردت أن ينفق الله عليك أنفق أنت على الفقراء والمساكين. يقسم النبي صلى الله عليه وسلم على أشياء منها ما نقص مال من صدقة. معك 10 جنيهات
تصدقت بجنيه بمسألة حسابية بسيطة، بقي من العشرة تسعة، ولكن بمسألة إيمانية محمدية شريفة لم ينقص من العشرة شيئا. ما نقص مال من صدقة. دع عقلك جانبا، دع حساباتك المادية جانبا، وتعامل مع الله بالإيمان والتقوى. ما نقص مال من صدقة، نقصت العشرة جنيها، ولكن الله عز وجل سيعوضك عما أنفقت. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. سيعوضه الله عز وجل لك، وسيبارك لك في هذه التسعة، وسيفتح لك أبوابا من الرزق كانت مغلقة. وصدق رسول الله، ما نقص مال من صدقة. عليك ديون تريد أن يسددها الله عنك، وليس معك إلا أقل القليل، تصدق من هذا القليل، وسيسر الله عز وجل لك أبواب السداد. تريد أن يوسع الله عليك وأنت في ضنك وضيق، تصدق من أقل القليل معك، وسيفتح الله عز وجل عليك. لم يذكر لنا التاريخ على طوله المديد أن رجلا أنفق أمواله في سبيل الله ومات فقيرا معدما. لم يحدث ولن يحدث أبدا. لذلك وجدنا كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين وثقوا فيما عند الله وعند رسوله. كان الواحد منهم كأبي بكر الصديق يأتي بماله كله ويضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي الفاروق عمر بنصف ماله، ويجهز عبد الله بن عوف جيشا بمفرده، وأنفقوا الملايين والملايين، ولم يمت واحدا منهم فقيرا معدما، ولم يتجول في طرقات المدينة يسأل الناس. لماذا؟ لأن الله يخلف عليه. ولكن الذي يتضيع ثروته وينقلب بعد الغنى إلى فقر وعوز، هذا الذي يأكل من حرام، وهذا الذي يكنز ماله، وهذا الذي يبخل بماله، تراه في آخر حياته يموت كأفقر الناس وأذل الناس وأحقر الناس. أيها الأحباب، بعد مغرب الشمس أول يوم من أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة، دخل واحد منا إحدى الصيدليات ليشتري دواء لمريضه، وبقي له بعض النقود، كان قد بقي له 20 جنيها، فأخطأ الصيدلي وأعطاه ورقة بفئة 200. نبهت الصيدلية فوكزني الرجل في يدي مؤنبا وموبخا، كان يريد أن يأخذ 200 بدل 20، كان يريد أن يطعم مريضه بمال حرام، كان يريد أن يستقبل أفضل الأيام عند الله بمعصية لله عز وجل. كثيرون هم الذين لا يتورعون عن أكل الحرام. كثيرون من الكثير من الآباء من يدخل على فلذة كبده على أولاده مال حرام، يغذيهم بالحرام. هذا الرجل يسمن أولاده ويكبرهم لنار جهنم. يصدق ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولينتبه إلى هذا الحديث كل إنسان لا يتورع عن الحرام. كل لحم نبت من سحت أي حرام فالنار أولى به. كل جسد تغذى على الحرام لا تطهر إلا نار جهنم. فأنت بذلك تربي أولادك الذين ترجوهم من دنياك لدنياك وأخرى، تغذيهم لنار جهنم. هل هذا هو حبك لأولادك وأهل بيتك؟
فهذا هو حبك لنفسك التي تسكن بين جنبيك، تطعمها من حرام وتغذي نفسك لنار جهنم. ألا فلنتق الله عز وجل، وليتق الله عز وجل كل إنسان يأمر غيره بالحرام، وكل ابن يجعل ولده والده يضطر إلى الحرام، وكل امرأة تدفع زوجها إلى الحرام. ليت نساءنا يتعلمن من تلك المرأة الصالحة المؤمنة التقية، كانت تودع زوجها كل صباح وهو خارج إلى عمله وكسبه، كانت تودعه بكلمات قليلة، بوصية تخرج من قلب مؤمن، تقول له: اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا حلالا، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. اتق الله، لا تدخل علينا جنيها من حرام، لا تطعمنا لقمة مغموسة بالحرام، فإنا نصبر على الجوع في الدنيا ولا صبر لنا على نار جهنم في الآخرة. هذه امرأة تربت على كتاب الله، تربت في بيت مؤمن، تربت على التقوى والخوف من الله، تعلمت أن الرزق يأتي بالتوبة والاستغفار، أن الرزق يأتي وتتفتح أبوابه بتقوى الله عز وجل وتحري المال الحلال، أن أبواب الرزق تأتي إلينا عندما نشكر الله على القليل فيتحفنا بالمال الكثير والعطاء الجزيل، عندما نتصدق من القليل فيبارك الله لنا فيه ويتفضل علينا بكرمه وحلمه وعطائه ومنه فيجعلنا أغنى الأغنياء ولو كنا أفقر الناس مالا. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، اللهم وسع أرزاقنا بالحلال، اللهم سدد عنا ديوننا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اجعلنا من الشاكرين، واجعلنا من الصادقين، واجعلنا من المتصدقين، واجعلنا يا ربنا من المتقين. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد. أنت المستعان وعليك البلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اذكروا الله يذكركم، واستغفروا يغفر لكم، واشكروه على نعمه يزدكم، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.